النهارده الصفاقسي التونسي اعلن عن انضمام محمد الضو كريستو لاعب النادي الاهلي الى صفوفه على سبيل الاعاره. معايا الان عبر زوم جون مارك وكيل اعمال محمد الضو كريستو. يا فندم مشرفني ومنورني، سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. اوكي ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا على استضافتي معكم وشكرا على اخذي من وقتكم الثمين. بالتأكيد سؤالي الأول على كريستو وصفقة انتقاله إلى الصفاقسي التونسي، ما حدث في هذه الصفقة وهل كان هناك رغبة من اللاعب إلى الانتقال للدوري التونسي تحديدا، وهل كان في عروض أخرى للاعب بخلاف الصفاقسي التونسي أم لا؟ Okay, the condition, الأجواء كان لدينا اتفاق لإعارة لمدة عام للنادي الصفاقسي التونسي من النادي الأهلي، ومن الواضح أن كان لدينا الكثير من العروض، عدة بلاد وليس فقط تونس، وقد اخترنا كما فضل اللاعب أن يوقع مع نادي الصفاقسي التونسي، وهذا كان من جانبنا نحن. هل صفاقسي كانت رغبته الأولى هي شراء اللاعب بشكل نهائي ورفض الأهلي هذا الأمر، أم كانت رغبته من البداية هي استعارة اللاعب؟ كما تعرف إنها اتفاقية بين ناديين، فأنا هنا فقط أتكلم عن اللاعب وأتحدث نيابة عن اللاعب. أنا أتفهم موقفك، أنت تريد أن تعرف الموقف بشكل كامل، فبالتالي الصفاقسي التزم بالجانب الخاص به مع النادي الأهلي لأن اللاعب لاعب النادي الأهلي حتى الآن، فبالتالي هو سيذهب للإعارة فقط، وهذا هو كل ما في الأمر. كل الأطراف في هذه الاتفاقية سعداء ومتراضون، فاللاعب لديه قصة صعبة في الفترة الماضية في مصر، ونريد أن نجد حل للاعب ليلعب في الأول، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. وأتحدث مرة ثانية من جانبنا، من جانب اللاعب، نحن فقط نريد للاعب بداية جديدة ونجاح مع النادي الحالي، ونتمنى له الأفضل، وهذا هو أفضل خيار بالنسبة لنا، وهذا هو كل ما في الأمر. هذا هو المهم لنا. إذا كان الصفاقسي يفضل أن يفعل بند الشراء، فبالتالي هذا يرجع لإدارة النادي، ولكن نحن سعداء بهذا العقد حتى الآن.